أهلا وسهلا وحياكم الله. 4 فنون ومهارات إن عملت بها عند الشاي. أهلا وسهلا وحياكم الله. 4 فنون ومهارات إن عملت بها عند الشدائد فأبشر بالخير. المهارة الأولى وهي من أجملها وأهمها مهارة الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عمر اللهم ارضى عنه يقول: وجدنا خير عيشنا في الصبر. الحياة كلها بلا صبر. 2، الدعاء. وما نحن لولا توفيق الله، قدراتنا محدودة، إمكانياتنا محدودة، وعينا محدود، كل ما لدينا محدود. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. الأمر الثالث، تحرك بحسب المتاح. السؤال الجميل الذي يقال: ماذا يمكن أن أفعل؟ أحيانا الذي تستطيع أن تفعله هو أن تنسى أو تتناسى. الأمر الرابع، وهي مهارة جميلة عجيبة غريبة إذا ما طبقها الإنسان، سبحان الله. أقول هذه العادة هي من العادات الجميلة، لو جعلها الإنسان قناعة داخلية راسخة لا تقبل الجدل لديه، والله والله يلهم الثبات. ألا وهي انتظار الفرج. عائشة التيمورية، وبالمناسبة آل تيمور كلهم أدباء وشعراء نساء ورجالا، تقول: إني ألفت الحزن حتى إنني إذا غاب عني ساءني التأخير، وأقول: إني ألفت الفرج حتى إنني إذا غاب عني ساءني التأخير. الله وعد إن بعد العسر يسرا. ترقب ترقب، سينقضي بإذن الله تعالى. الهم اللي عندك الآن سينقضي قولا واحدا وليس توقعا وليس رأيا. 4 أشياء تعامل معها في الأزمات وأبشر بالخير.